وقالت اليهود ليست صار على شيء وقال النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون لمن يظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه لسعى في خرابها أولئك ما كان لهم ان يدخلها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب Razim ve lillahi l meşriku ve l meğribu fe aynama tuvallu fe vejhullah inna allahe واسع عليم. وقالت خز الله ولدا سبحانه بل ما في السماوات. والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما Yaqulu lehu kün feyekûn ve gâlellezîne lâ ya'lemûne lev lâ yukellimûne allâhu ev ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن إصحى بالجحيم